السلام عليكم، مرحبا بكم الغزالات في قناتكم قناة الغزالات. اليوم غنبارطاجي معكم في إطار الوصفات اللي حضرتهم في هذه المائدة اللي كما تشوفوا كلها تدخل في المكونات ديالها فاكهة الرمان. غنتقاسم معكم هذا الكيك الرائع بزاف اللي تهوية مكون رئيسي فيه هو فاكهة الرمان أو بالضبط عصير الرمان. نتمنى فعلا أنكم تجربوه، تيجي لذيذ لذيذ بزاف. بالنسبة لباقي الوصفات هنخلي لكم لليان ديالهم في صندوق الوصف. نبداو على بركة الله بمكونات الكيك. هنحتاج جوج كيسان ديال الدقيق، كاس لاروب ديال الزيت النباتي، كأسة ديال عصير الرمان اللي باش نحصلو عليه تناخدوه الرمان عادي ونفركوه ونديروه في الخلاط الكهربائي ونطحنوه. سيميو انه نطحنوه بلا ما وتنصفيو من بعد من دوك الكخين اللي تيكونوا في الداخل ديال الحبات ديال الرمان، وهكذا حصلنا على عصير الرمان. تنستعملو منه كاس. كذلك غادي نحتاج واحد المعلقة ديال سيرو ديال الرمان، وجوج بيضات، وواحد الخميره ديال الحلوه، وبالنسبه للسكر غندير غير 3 المعالق على حساب اصلا السيرو ديال الرمان تيكون حلو. نبداو على بركه الله. غندير البيض مع سكر سنيده كما قلنا 3 المعالق بركه، ونحاول باش نطربهم هكا يدويا. هاد الكيك راه ساهل كيما شفتوا، تنطربو غير مانيوال، وغادي نضيف المكونات كلها في مره وتيجي لذيذ بزاف. نضيف الزيت النباتي، كاس ديال عصير الرمان، والدقيق، الخميره ديال الحلوه. هاد لوكيك كما تتشوفوا الفكره ديالو جديده، ولكن طريقه التحضير ديالو سهله بزاف بزاف. من بعد ما خلطت كلشي المكونات غنضيف واحد المعلقه ديال السيرو ديال الرمان باش تزيد تنكه لينا الكيك ديالنا بالمذاق ديال الرمان، وتزيد تعطينا داك اللون الوردي ديال الفاكهه. ناخذ المول اللي تيتسد من الجنب او المول ديال القراصه، ندهنو من الجوانب ديالو بالزيت، وبالنسبه للقاعده غنفرش فيها الورق سيلفيغيزي اللي ديجا قطعته على شكل دائري، وغادي نصب فيه لوكيك وندخلها للفران على درجه حراره متوسطه. نشعل عليها من التحت هو الاولاني، عاد باش نشعل عليها من الفوق باش تحمر شويه. من بعد هناخد نحضر الكريمه. بالنسبه للكريمه هنايا خديت نص سيترو ديال عصير الرمان اللي حضرته بنفس الطريقه كما ذكرت لكم قبيله. غادي نضيف ليه واحد 3 المعالق ديال النشا، سينو الا ما عندناش نشا اولا دقيق الذره نستعملو 3 المعالق ديال دقيق الفورس، وواحد 3 المعالق ديال السكر سنيده. غادي نضيف كذلك واحد الفلون بنكهه الفريز اللي بلا سكر. بالنسبه للنكهه ديال الفريز راه تتواتم مع النكهه ديال الرمان، بيسكو انهم فواكه بجوج اللون ديالهم احمر، تيجمعوا بجوج هما بين الحلاوه وبين الحموضه، يعني انهم تيتوالموا في هذا المذاق ديالهم، تيجي موال مع بعضياتهم.
وهذه هي المائدة اللي حضرت اللي كلها فيها وصفات تيدخل في المكونات ديالها، او لانه الرمان كفاكهة اساسية في المكونات ديالها. انا فعلا انكم تشوفوها، واللي هي كما تتشوفوا الروز هنا محشي بحشوة البيتزا، فكرة جديدة ومذاق ولا اروع، لذيذة نكهتها بدبس الرمان تيجي عندها واحد اللذة رائعة. وكذلك عصير الفلون بالرمان تيجي رائع، الفكرة هو ديالو جديدة والمذاق ديالو رائع بزاف. وبالنسبه لدوك التصبغات ديال الرمان اللي تيبقاو في الاظافر ديالنا وفي ايدينا من بعد ما تنقشروه اولا من بعد ما تناكلوه، غنخلي لكم الرابط ديال وصفه فعاله في ازاله هاد التصبغات هذه. نتمنى ان هاد لا فيديو تنال اعجابكم وتزوروا باقي الوصفات. نخليكم في امان الله، الى بروشين فيديو ان شاء الله. السلام عليكم.